اول حاجه علشان نبتدي ندرس الاتومز اند لايت لازم نبتدي نتكلم على البروبرتيز بتاعت اللايت. لايت ترافلز ان ا فاكيوم وذ ا فيلوسيتي اوف 3 في 10 8 متر بير سكند. دي حاجه طبعا معلومه عندنا كلنا. والحاجه اللي لازم ناخد بالنا منها ان ده اونلي ان فاكيوم. When light travels through matter, يعني يبتدي بقى اللايت ده يمشي في مثلا في حاجة زي اتموسفير مثلا، في مثلا حاجة متغيرة شوية زي مية مثلا، ممكن زي حاجة شفافة، بيبتدي يتغير الفيلوسيتي بتاعته بالإكويجن دي. الإكويجن دي بتقول لنا إن الفيلوسيتي بتاعت اللايت بتبقى عبارة عن سي اوفر ان، وير ان ده بنسميه الاندكس اوف ريفراكشن بتاع السبستنس، وده دايما أكبر من الواحد. فمعنى كده بنتكلم على إن دايما السرعة بتاعت اللايت في اي ماتر بتبقى اقل من سرعتها في الفاكيوم. اوكي، وده طبعا الان ده بي ديبند اون بوث ذا كومبوزيشن اند سبستنس اند كلر اوف لايت. الحقيقه في يعني نيتشر اوف لايت خلت علماء كتير الحقيقه يتحيروا علشان يعرفوا هو يعني طبيعته ايه بالظبط. ابتدينا في اول حاجه خالص ايزاك نيوتن اتكلم على بارتكل موديل، اتكلم على ان اللايت ده عباره عن بارتكلز وبتتحرك كبارتكلز وتخبط في الاوبجكتس وبعد كده بترفلكت على العين. فيعني ده الموديل الاولاني الناس اتكلمت عليه. بعد كده توماس يونج ابتدى يعني يجرب بعض التجارب اللي اثبتت ان في حاجه اسمها انترفيرنس. فالانترفيرنس ده معناه ان احنا لو في عندنا تو ويفز او تو لايتس اوف ديفرنت ويف لينث مثلا، بيحصل بينهم بعضهم انترفيرنس بشكل معين، والانترفيرنس ده طبيعه للويفز مش طبيعه للبارتيكلز. فابتدت الناس تتكلم على في الليت 19th century على ان اللايت ده عباره عن ويفز. في الايرلي 20th century بقى الناس ابتدت تتكلم على حاجه مختلفه شويه، ان احنا عندنا اللايت ده له ديوال نيتشر، يعني بمعنى ان هو يعني ممكن في لحظات نعتبر ان هو بارتيكل، ممكن نديسكرايب البروباجيشن كبارتيكل موديل، او شويه نعتبر ان هو كويف موديل. اكشوالي الكلام ده هيطبق كمان على الماتر، مش بس هينطبق على اللايت، يعني بمعنى ان برضه الماتر هاز اتس اون ويف بروبرتيز. فمعنى كده هنتكلم على ان كل حاجه لها ديوال نيتشر انكلودينج اللايت. الايكويجن بتاعت الترافلنج ويف هي عباره عن حاجه بالشكل ده كده اف اوف اكس ماينس سي ان في تي، ودي بتقول لنا ان ات اني جيفن تايم بيبقى في عندنا بروباجيشن الويف دي، يعني الويف دي الويف فرونت بتاعها بيتحرك بسرعه عباره عن سي ان، وممكن ات اني جيفن تايم نحسب التور بتاع او الفيز بتاع اللايت دوت بالايكويجن البسيطه دي. If a wave is sinusoidal, then the period t والfrequency nu والwave length lambda are related by cn بتساوي lambda of nu، يعني السرعة بتساوي الwave length في الfrequency، والfrequency دي هي عبارة عن واحد على الايه؟ واحد على الperiod. ودي واحدة من الequations الأساسية جدا لازم احنا كلنا نبقى واخدين بالنا منها، انها بتنطبق على كل أنواع الwaves. في سؤال دايما بيطرح نفسه، هو لو احنا عندنا لايت بيترافل فروم وان ميديوم تو انذر، وطبعا زي ما احنا قلنا ان حسب نوع الميديوم ممكن الان تتغير وبالتالي ممكن السرعه تتغير. فدلوقتي احنا اتفقنا من الايكويشن الاساسيه بتاعت الويفز اللي هي السي بتساوي لامدا في نيو، يعني الفريكونسي بتساوي الويف لينث في الفريكونسي. عايزين نتساءل لو احنا السرعه هتتغير اني واحده فيهم هتتغير، هتغير اللامدا ولا هتغير الفريكونسي؟ بس اكشوالي الفيزيكس بتقول لنا ان الفريكونسي ريمينز ذا سيم، الويف لينث هو اللي بيتغير. يعني معنى كده لو انا بتكلم على ان في تغيير في السرعه بتاعه اللايت، اللي هيحصل تغيير في اللامدا، مش هيحصل تغيير في النيو ابدا. اوكي، فمعنى كده احنا بنتكلم على ان احنا يعني التغيير اللي بيحصل بيبقى النيو دايما ثابته، لان الفريكونسي لما بتتغير بنتكلم على سيستم ما هوش لينير، بنتكلم على نون لينير سيستم. فلما لما بنتكلم على لينير سيستم او لينير بروباجيشن بنتكلم عن الفريكونسي ما تتغيرش خالص. النظريات بتاعت الديوال نيتشر بتقول لنا ان احنا each particle of light or photon has an energy given by E بتساوي H في نيو. اوكي، يعني عبارة عن energy بتاعتي هي عبارة عن H اللي هو بلانكس كونستانت مضروب في نيو اللي هو الفريكونسي، اللي هو نفسه بيساوي H CN على لامدا. لو انا عوضت هنا بنيو بقيمة نيو بتساوي كام، اللي هي CN على لامدا، بيبقى نفس الحاجة هي بالظبط. فانا ممكن احسب او اتكلم على اللايت ده in terms of photons او particles، او ممكن اتكلم عليها انها انرجي بتاعت ويف اللي هي مقابله ليها اللي هي عباره عن اتش في نيو.
ده الرينج بتاع السبيكتروم بتاع الالكترومغنيتيك ويفز عشان اتخيل احنا فين بالظبط منه. احنا بنتكلم ان احنا لو احنا الويف لينث بتاعنا ممكن يتراوح بين مثلا حاجات في ال 1 متر متر رينج في راديو ويفز all the way لغايه 12 نانومتر، لغايه النانومتر رينج بنتكلم بقى في الاكس رايز والحاجات اللي زي كده. اوكي، فبنتكلم ان احنا يعني في عندنا فيري وايد رينج. الجزء بقى اللي يهمنا في المحاضره دي هو الجزء اللي فيه الفيزيبل والنير انفرا ريد والالترا فايلت، الجزء اللي هو الصغير اللي حوالين الفيزيبل رينج اللي هو بنتكلم عليه هنا دوت، اللي هو بيتراوح بين بنتكلم مثلا يعني 400 ل 750، ده عباره عن الفيزيبل رينج. بنتكلم على النير انفرا ريد، بنتكلم على حاجات في المايكرون رينج، وبنتكلم على الالترا فايلت حاجات في النانوميتر في اوائل النانوميتر رينج. اوكي، فبنتكلم على الانرجي بتاعت الجزء دوت، بنتكلم على ان كل فوتون بيبقى حوالي يعني 3.1 يعني فيو الكترون فولتس، في حين احنا لو احنا ابتدينا بقى نطلع فوق خالص عند الاكس رايز والجاما رايز والحاجات دي كلها بنتكلم على حاجات اكتر بكتير قوي، وفوق برضو يعني نفس الكلام الجزء بتاع الانفراريد بنتكلم على حاجات اصغر بكتير قوي. في الجزء بقى بتاع الفيزيبل الكترومغنيتيك سبيكتروم اللي هو الجزء بتاع الفيزيبل رينج بيتراوح طبعا بين الريد وبين الفايلت. الريد بنتكلم على 750 نانومتر ان ويف لينث، بنتكلم على الفايلت بيتكلم على 400. الفريكوانسي عاده الناس ما بتتكلمش عليها قوي، طبعا احنا ممكن نحسبها من السي على لامدا يعني، بس احنا عاده في الويف لينث بيبقى مور يعني قريب اكتر للايه للاودينس، بنتكلم على ان الناس عارفاها اكتر يعني عارفه الرينج اللي هو 400 750 ده اكتر ما عارفه الرينج بتاع الفريكوانسيز. الانرجيز بتتراوح بين 1.65 لغايه 3.11 الكترون فولتس.